السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل مع بعض فرشة السنان دي بخطوات بسيطة جدا وبأسهل طريقة ممكنة على بلندر. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده زي ما احنا متعودين، اي حاجة بعملها على الماوس او الكيبورد هتلاقيها عندك في الجزء اللي تحت على الشمال ده، وده احتياطي علشان لو نسيت اقول حاجة وانا شغالة. ودلوقتي خلينا نبدأ. علشان نعمل فرشة السنان، فاول حاجة هنبدأ نعملها هو الشكل الاساسي بتاع الفرشة، فممكن استعين بالكيوب اللطيف ده. فاول حاجة هعملها ان انا هعمل سكيل علشان اصغرها خالص، لان انا مش محتاجة الحجم يكون كبير ابدا. وبعدين هبدأ اعمل اس زد علشان اصغرها خالص على الزد اكسس، واس واي علشان اصغرها كمان على الواي اكسس، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. بعد كده هعمل اس اكس علشان اكبرها بس على الاكس اكسس للدرجة اللي تكون مناسبة لان هي تكون فرشة سنان. فممكن اعمل حاجة زي كده مثلا، وممكن اعمل اس زد كمان علشان ارفعها اكتر من كده. ودلوقتي هعمل جي زد علشان ارفعها فوق الارض، ومش هننسى نعمل كنترول ايه علشان نعمل ابلاي سكيل. ودلوقتي دي كانت اول واهم خطوة في الفرشة. دلوقتي تقريبا بقى عندي شكل الفرشة، وهبدأ بقى ان انا اعمل لها الموديلنج او اشكلها. فاول حاجة هعملها ان انا هدوس تاب علشان اروح للاديت مود واعرف اشتغل عليها. ودلوقتي هدوس رقم 2 من الكيبورد علشان اروح للادج سيلكت، او طبعا ممكن تروح وتختار الادج سيلكت من هنا. بعد كده هعمل كنترول ار علشان اعمل لوب كات زي كده، وهدوس دوسة من الماوس وهبدأ ان انا اسحبها فوق للمكان اللي انا عاوزاه ان هو يكون بس الراس بتاعة فرشة السنين. وبعدين دوسة كمان علشان اكونفيرم. بعد كده هعمل كنترول ار علشان اعمل لوب كات كمان، وهجيبها وراها بالظبط علشان لما اصغر اللوب كات الاولانية ملاقيش بقية الشكل اتضرر. فهعمل حاجة بعدها على طول زي كده. واخر حاجة ان انا هعمل كنترول ار مرة كمان علشان اعمل لوب كات كمان، وهبعدها بعيد شوية كده حاجة بالشكل ده. بعد كده هدوس تاب علشان ارجع لي الاوبجكت مود، وهعمل كنترول 3 من الكيبورد علشان اعمل سب ديفيجن سيرفيس موديفاير اللي انا هقدر الاقيه من هنا بس بليفلز فيو بورت 3. بعد كده من الرندر هخليها هي كمان 3 علشان يبقى عندي الاثنين زي بعض. بعد كده كليك يمين وشيد سموث، وهبدا بقى ان انا اشكل فرشه السنين بتاعتي. هدوس تاب علشان ارجع لي الاديت مود، وبعدين وانا مختارة اللوب كات دي وهدوس شيفت والت واختار اللوب كات دي كمان، وهبدأ اعمل اس علشان اعمل سكيل. دلوقتي لو انا عملت سكيل على طول هلاحظ انه هما الاتنين بيصغروا معايا بالشكل ده، بس انا مش عاوزة كده، انا عاوزة كل لوب كات من دول تصغر في مكانها. هنعمل ده ازاي؟ هروح من الجزء اللي فوق ده من الايكون اللي فوق دي، وهختار individual origins. وكده دلوقتي لما هدوس اس عشان اعمل سكيل هلاقي ان كل لوب كات فيهم بتصغر في مكانها. فهصغرها خالص حاجة زي كده لغاية الحد اللي انا شايفاه مناسب، وبعدين هاجي من هنا وهعمل كنترول ار وهعمل لوب كات كمان، وهرجعها لورا كده علشان ادعم الشكل ده من ورا من هنا. وبعدين هدوس شيفت الت واختار اللوب كات دي كمان. لو ما عملتش معاك سيلكت على اللوب كات كلها فاعمل شيفت وابدأ اختار بقية الادجز بالشكل ده. ودلوقتي هعمل اس علشان اعمل سكيل كمان للجزء ده، حاجة بسيطة زي كده يعني، ممكن نسيبها اكبر شوية من بقية جسم الفرشة. بعدين انا حاسة ان هي كده رفعت مني بزيادة، فهرجع للأوبجكت مود وهعمل اس زد علشان اكبرها حاجة بس زي كده مثلا. تمام، اعتقد كده ان هي مناسبة. دلوقتي ممكن ادوس تاب علشان اروح للأديت مود، ودلوقتي ممكن ادوس الت واختار الادج لوب دي واجي كده واعمل جي جي واسحبها لورا كده علشان الجزء ده يكون عندي مدور بالشكل ده. تمام، انا شايفه ان هو كده بقى شكله لطيف. الخطوه اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا هاجي من هنا هعمل كنترول ار وهعمل شويه لوب كاتس كده، كنترول ار وهسكرول اب بالماوس علشان ازود عدد اللوب كاتس، ودبل كليك علشان اكونفيرم. ليه عملت اللوب كاتس دول؟ علشان اعرف اشكل فرشة السنان نفسها. هاجي دلوقتي من هنا هفتح التوجل اكس راي وهختار
الادجز اللي عندي هنا بالشكل ده، وهروح افتح البروبورشنال اديتنج. بعد كده هنزل كده من جنب الفرشة علشان اكون شايفاها بالشكل ده، وهبدأ ان انا اعمل جي زد، وهبدأ ارفعها لفوق شوية، وطبعا ممكن اقلل او ازود تأثير البروبورشنال اديتنج لغاية لما اوصل للدرجة اللي انا شايفاها مناسبة. ممكن اعمل حاجة زي كده وكونفيرم، وبعدين هروح اسلكت الجزء اللي فوق ده كله، ونفس الكلام هعمل جي زد وابدا ارفعه لفوق، وهصغر تأثير البروبوشنال اديتنج، وهبدا اظبطها حاجة زي كده. تمام كده مناسب. ممكن ارجع اسلكت دول تاني وجي زد وارفعهم لفوق حاجة زي كده مثلا. تمام دلوقتي ممكن اسلكت شوية اكتر وجي زد وارفع شوية دول كمان لفوق. تمام كده مناسب. هروح دلوقتي الغي البروبوشنال اديتنج وكليك بره كده في اي حتة علشان نلغي السلكشن بتاعنا. دلوقتي هاجي من هنا وهسلكت شوية الادجز دول، وهعمل جي زد وهبدأ ارفعها، ارفع الجزء ده لوحده كده لفوق شوية حاجة زي كده، علشان ده الجزء اللي هيكون فيه الشعر بتاع فرشة السنين، وهلغي التوجل اكس راي. تمام بقى عندي حاجة زي كده. هروح دلوقتي ادوس 3 من الكيبورد علشان اختار الفيس سيلكت، وهختار الفيس دي لوحدها، وهعمل اي من الكيبورد علشان اعمل انسات. هبدأ اصغرها لجوه حاجة بسيطة زي كده، ولما اوصل للشكل ده هعمل شيفت دي علشان اخد منها نسخة زي ما احنا شايفين كده، وكليك يمين علشان اكنسل واخلي النسخة دي في نفس المكان. وانا عاملة سيلكت زي ما انا هدوس بي من الكيبورد علشان اعمل سيبريت، وهختار سيبريت باي سيلكشن. دلوقتي هدوس تاب علشان نروح للاوبجكت مود، وكليك بره علشان اكنسل السيلكشن، وبعدين هبدأ ان انا ادوس دوس علشان اختار بس الفيس الجديدة اللي انا عملت لها سيلكت. دلوقتي اتأكدت كده ان الفيس دي فيس لوحدها، ودلوقتي قدامنا طريقة من 2 علشان نعمل الشعر بتاع فرشة السنان. الطريقة الأولى لو انت شايف ان الجهاز عندك مش هيستحمل قوي، او ان هو اصلا شغال معاك ببطء، او البرنامج تقيل عليه معاك، فيستحسن ان انت تعمل الطريقة الأولى اللي انا هعملها دلوقتي دي. لكن لو انت شايف ان جهازك يستحمل فاستنى الطريقة التانية لانها هتكون شكلها احلى. فدلوقتي علشان نبدأ ان احنا نعمل الشعر بتاع الفرشة، هاجي من هنا من البارتيكلز، وهاجي من البلس دي وهدوس دوسة، هتلاقي عمل لي الكورة دي علشان هو على إيميتر. دلوقتي هدوس هير، وبكده على طول الشعر بتاع الفرشة اتعمل. هاجي أول حاجة من الهير لينث، وهبدأ إن أنا أصغرها خالص علشان أقصر الارتفاع ده كله، وأعمل الارتفاع اللي أنا شايفاه مناسب. وهاجي من النمبر، أنا ممكن أنقصها كتير عن كده، ممكن أعمل حاجة زي 200 مثلا، وممكن أقل كمان. وبعد كده هاجي من children من هنا، هفتح القائمة دي، وهنا هيبدأ السحر كله يحصل. بدل ما هي none هروح لinterpolated، وأول ما أدوس عليها هتلاقي إنه كمية الشعر كترت بالشكل ده. النقطة التانية اللي أنت مفروض تعرفها إن كمية الشعر اللي قدامك دي هي بس 10 من 100، ال display amount هي 10، فأنت دلوقتي شايف كمية الشعر دي بس 10 نقط. لو أنت زودت الكمية دي، زودت كمية الشيلدرن أو الشعر ده، هتلاقيه زادت معاك، بس الريندر أماونت اللي هيطلع معاك في الآخر هيكون 100. فلو أنت عايز تشوف الشكل النهائي اللي هيطلع، يستحسن إن أنت تعمل ديسبلاي أماونت زي الريندر أماونت. فممكن نيجي من هنا ونعمل دي حاجة زي 30 مثلا، ونفس الكلام في الريندر أماونت أخليها حاجة زي 30. وما تنساش طبعا تعمل كنترول S علشان تعمل سيف. بعد كده هروح أعمل GZ علشان أنزل بس الفيس دي لتحت شوية وما تبقاش باينة معايا. كده نكون عملنا جزء الشعر بتاع فرشة السنين. والحاجة اللي بعد كده اللي انت ممكن تعملها علشان تدي شكل جمالي اكتر وواقعي اكتر للفرشة، ان انت ممكن تيجي على بلومبينج دي، تفتح القائمة دي وتبدأ تغير القيمة دي لورا بالشكل ده، فهيبدأ ان هو يجمع لك الشعر بتاع فرشة السنين بس من الجزء اللي تحت ده. وطبعا ممكن تغير برضو الشيب حسب ما انت شايف ان هو مناسب. وطبعا طول الوقت عندك الفرصة ان انت تزود الـ display amount والـ render amount. فبقى عندنا حاجة زي كده. دلوقتي بقى ممكن نيجي نعمل شوية تظبيطات بقى علشان يبقى شكلها واقعي اكتر. خليني اروح على الـ edit mode وارجع تاني التوجل اكس راي، وهختار شوية
الفيسز دي، وهبدأ ان انا اعمل هفتح تاني البروبوشنال اديتنج وجيزد، وهقلل بس التأثير ده شوية او هظبطه شوية كده. تمام، دلوقتي ممكن نلغي ده ونرجع تاني على السوليد مود مثلا، ونلغي التوجل اكس راي. دلوقتي هاجي من هنا وهدوس تاب علشان اروح للاديت مود، وهبدأ ان انا اختار الفيسز دي، وهعمل اي علشان اعمل لهم انست حاجة لجوه زي كده، وبعدين نفس الكلام هعمل شيفت دي كده. انا خدت نسخة، كليك يمين بالماوس علشان اكنسل، وبي وهعمل سيبريت باي سيلكشن، وتاب عشان ارجع لي الاوبجكت مود، وكليك بره عشان اكنسل السيلكشن، وكليك كمان علشان اختار الجزء ده. ودلوقتي هدوس تاب علشان اروح للاديت مود، وهدوس A من الكيبورد علشان اعمل سيلكت اول، وهبدأ ان انا اعمل E وهو هيعمل لي لوك على الزد اكسس، فهعمل EZ، وهبدأ ان انا ارفع الجزء ده حاجة بسيطة زي كده. وبعدين هروح للاوبجكت مود وهمسك الجزء ده، وهعمل GZ علشان انزله لتحت حاجة بالشكل ده. ممكن اعمل RY حاجة بسيطة زي كده، وطبعا ممكن امسك الجزء ده وتاب علشان اروح للاديت مود وكنترول R، واعمل لوب كات بالطول كده واسحبها لفوق علشان يكون الجزء ده عندي مسطح شوية اكتر من كده، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. كنترول S علشان نعمل سيف. ودلوقتي ممكن اروح اعمل شيفت A واعمل اد مش كيوب كمان، واس علشان اعمل له سكيل خالص حاجة زي كده، وجي زد وارفعه لفوق، اس واي واخليه عريض بس حاجة بسيطة زي كده، واس علشان اعمل سكيل اكتر كمان بالطريقة دي، وجي زد وهنزله لتحت خالص حاجة زي كده، وكنترول 3 من الكيبورد علشان اعمل سب ديفيجن سيرفيس موديفاير كمان، وكليك يمين وشيد سموث. دلوقتي هعمل اس اكس عشان اصغره اكتر على الاكس اكسس، فيبقى عندي حاجة زي كده، واس زد علشان اصغره على الزد اكسس. هعمل جي زد وهنزل الجزء ده لتحت بالشكل ده. ودلوقتي هروح اختار واعمل كنترول اي وابلاي سكيل، وهاجي من قائمة الموديفايرز وانا عاملة سيلكت على الجزء ده، وهعمل اد موديفاير، ومن generate هعمل array modifier. هبدأ ان انا ازود الكاونت للحد اللي انت شايفه مناسب عادي، ممكن اعمل حاجة زي كده. وبعدين هاجي من الx factor او factor x، وهبدأ ان انا ابعدهم بعيد عن بعض حاجة بالشكل ده، وهاجي من هنا كده وهبدأ ان انا اعلي كمان الz علشان يبقى واخد نفس الميل بتاع الفرشة بالشكل ده. ودلوقتي هاجي من السهم الصغير ده وهعمل apply للاراي موديفاير، وممكن اجي اقلل المساحة دي شوية، وهاجي من هنا واعمل apply للاراي موديفاير. ودلوقتي ممكن اظبطه شوية، فاعمل ry واعمل rotate بسيط زي كده. ودلوقتي لازم اتأكد ان هنا السب ديفيجن 3 والرندر 3، والجزء ده كمان عندي هنا 3 وهنا 3، وبعدين همسك الجزء ده وشفت وهختار الجزء ده، وهعمل كنترول جي علشان اعمل لهم الاثنين جوين مع بعض، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. دلوقتي ممكن امسك الجزء ده وجي زد وانزله لتحت حاجة بسيطة كده، يبقى يدوب خارج من الفرشة. تمام كده شكله مناسب. كنترول اس علشان اعمل سيف. ودي الطريقة اللي انت ممكن تعمل بيها الفرشة. والطريقة التانية هي ان احنا هنروح نمسك الجزء ده اكس وهعمل ديليت، وبدل ما هعمل كده هعمل شيفت A وهعمل اد مش سيركل، وهعمل سكيل واصغر السيركل دي خالص، هجيبها جي اكس على جنب هنا، وبعدين جي زد وارفعها لفوق. تابع عشان اروح للاديت مود، وهدوس اف من الكيبورد عشان اعمل لها فيس او فيل، وهدوس تاب عشان ارجع لي الاوبجكت مود، وهعمل اس واعمل لها سكيل خالص حاجة زي كده. ودلوقتي هروح من البارتيكلز وهعمل بلس، وبرضو هروح اعمل هير، ونفس الكلام اللي عملناه من شوية، هقلل الهير لينث للدرجة اللي انا شايفاها مناسبة لان هي تكون مستوى الشعر بتاع الفرشة، ونفس الكلام من النمبر ممكن اخليها 200، وهاجي على الشيلدرن اخليها interpolated، وطبعا ممكن ان احنا برضو نغير الكلام شوية حاجة زي كده،
ونلعب في الشيب شوية، كنترول اس علشان اعمل سيف، ودلوقتي هبدأ ان انا اعمل جي زد علشان انزلها لتحت، وهعمل حاجة زي كده. بعد كده هدوس 7 من الكيبورد علشان اكون شايفة من فوق، هجيبها جي اكس واجيبها هنا مثلا، جي واي هجيبها على جنب، شيفت دي واي وهاخد منها نسخة جنبها هنا، وبعدين هدوس شيفت ار علشان اكرر الحركة اللي انا عملتها، بعدين هدوس شيفت وسيلكت التلاتة، وشيفت دي اكس وهاخد منها نسخة وانزلها لورا كده، وبعدين جي واي وهجيبها على جنب بالشكل ده، وهاجي اسلكت الاتنين دول وشيفت دي واي وهاخد منهم نسخة هجيبها هنا كده، وبعدين سلكت كل دول وشيفت دي اكس وهاخد منهم نسخة كمان ورا هنا مثلا، ونفس الكلام جي واي وهجيبهم كده شوية، وهاجي من هنا كمان هسلكت ده وهعمل شيفت دي واي وهاخد نسخة منها كمان هنا بالشكل ده، وشيفت ممكن ارجع اختار كل دول، ودي اكس هقربهم بس شوية بسيطة حاجة زي كده، ودلوقتي كنترول اس علشان اعمل سيف، وبعدين هبدأ اخد نسخة كمان شيفت دي اكس وهجيبها لتحت هنا بس هبعدها شوية بسيطة زي كده، هدوس 7 من الكيبورد تاني، ممكن نرجع نقرب الصف ده كمان جي اكس هقربه من اللي فوقه بالشكل ده، وبعدين هبدأ ان انا اعمل شيفت دي اكس وابعد دول شوية، هجيبهم جي واي وهجيبهم حاجة زي كده مثلا، وهمسك ده شيفت دي واي وهاخد منه نسخة كمان هنا، وبداية من هنا هاجي من الجنب كده هروح على البارتيكلز، هطلع فوق وهدوس على الايكون دي اللي هي نيو بارتيكل سيتنجز، دي بتعمل لي نسخة من البارتيكل سيستم ولكن منفصلة عن اللي قبلها، بتاخد نفس السيتنجز اللي انا عملتها هنا بتاعة الحاجات اللي فاتت ولكن بتاخد منها نسخة طبق الاصل، بحيث ان انا لو غيرت حاجة دي بس اللي يتغير عليها، فدلوقتي لو انا جيت على الهير لينث من هنا وصغرت شوية كده هلاقي ان دي بس اللي بتتأثر مش الشكل كله، فهاجي اقصرها عن الباقيين حاجة بسيطة زي كده، وبعدين هروح اسلكت بس الصف الاخير ده، هبدأ ادوس شيفت واختار كل دول وشفت واختار الواحدة القصيرة دي في الآخر، وهاجي من السهم الصغير ده وهعمل copy all to selected objects، وبكده أنا خدت نفس ال particle system في الصف ده، هبدأ إن أنا أدوس 7 من الكيبورد تاني عشان أشوف من فوق وشفت دي اكس وهبدأ إن أنا آخد منها نسخة كمان بالشكل ده، ودلوقتي هبدأ أعمل شفت ار علشان أكرر نفس العملية اللي أنا عملتها لغاية الحد اللي انا شايفاه مناسب، تمام لحد كده تمام، هعمل كنترول اس علشان اعمل سيف. دلوقتي طبعا انا ممكن اختار كل دول وممكن اعمل اس واي علشان اكبر الكلام ده كله بس على الواي اكسس حاجة بسيطة زي كده، تمام دلوقتي ممكن اعمل كنترول اي واعمل ابلاي سكيل تاني وكنترول اس عشان اعمل سيف، ودلوقتي ممكن نبدأ ان احنا نضيف الماتيريالز. اول حاجة هعملها هعمل شيفت اي واد مش بلين، وهعمل اس علشان اعمل سكيل للبلين، كنترول اس تاني علشان اعمل سيف طبعا، وهنروح للرندر بريفيو، ودلوقتي ممكن اسلكت كل حاجة بالشكل ده وشيفت والغي بس السلكشن من على البلين، وهعمل جي زد وهنزل الفرشة على الارض، ممكن اروح اغير الريندر انجن اخليه سايكلز علشان اكون شايفه، والسي بي يو دي هخليها جي بي يو كومبيوت علشان يرندر على كارت الشاشه، والماك سامبلز هخليها 20، كنترول اس علشان نعمل سيف ومفيش حاجه تضيع مننا، وجي زد وهبدا ان انا انزل الفرشه على الارض، هرجع اعمل اس واي تاني لان انا حاسه ان هي كده بقت عريضه بزياده، فهرجع تاني اعمل لها اس واي واصغر الكلام ده كله بالشكل ده، وكمان انا حاسه ان كميه الشعر دي كتير جدا، فممكن ارجع على السوليد مود ادوس 7 من الكيبورد وهبدا ان انا اسلكت كل ده وشفت وهطلع ده من السلكشن، اتاكد ان انا ادوس كنترول واضغط ضغطتين عشان البلين تطلع معايا من السلكشن، وهعمل اكس وديليت وهبدا اني ادوس شيفت تاني واختار كل دول وهاخد منهم نسخ على مسافات اوسع، فهاجي اعمل شيفت دي اكس وهاخد نسخه بعيده شويه كده، وشيفت ار
وهبدأ إن أنا أكرر العملية لغاية ما يبقى عندي حاجة بالشكل ده. نفس الكلام ممكن تعمله بالطول لو حسيت إن المسافات قريبة وتوسع المسافات ما بينهم. هنرجع تاني على الرندر بريفيو، كنترول اس علشان نعمل سيف طبعا، وهاجي هبدأ إن أنا أضيف الماتيريالز. هاجي أمسك الفرشة نفسها وهروح على الماتيريالز، وهاجي من البيس كولر ممكن أخليه أبيض زي ما هو، وهاجي من الرفنس هبدأ إن أنا أقلل الرفنس بالشكل ده علشان تبان البلاستيك، وبعدين هاجي على الجزء ده ومن الماتيريال هشيل الماتيريال دي وهعمل نيو ماتيريال وهبدأ إن أنا أضيف لها لون مختلف. تمام، ممكن أسيب اللون ده شكله لطيف، وهقلل برضو الرفنس شوية حاجة زي كده، وهاجي على البلين وهعمل نيو ماتيريال وهبدأ أضيف لها لون بالشكل ده. آخر حاجة عندي هتكون هي السيركلز دي، ممكن نيجي بس على واحدة فيهم كده، وهبدأ إن أنا أزود الهير لينث شوية، وطبعا كل السيركلز اللي واخدة نفس البارتكل سيستم هيزيدوا بشكل أوتوماتيك، وبعدين هختار دي وبرضه هبدأ إن أنا أزودها، وطبعا كل السيركلز اللي معاها اللي واخدين نفس البارتكل سيستم برضه هيزيدوا معاها. هعمل حاجة زي كده وهبدأ إن أنا أدي الماتيريال، فهروح على الماتيريال وهعمل نيو ماتيريال وهبدأ أديها ماتيريال فاتحة شوية حاجة زي كده، وبعدين هاجي من هنا، خلينا نروح على الماتيريال بريفيو من هنا، هبدأ إن أنا أدوس 7 من الكيبورد تاني، هسلكت كل السيركلز أو كل مجموعات الشعر اللي أنا عاوزاها تاخد نفس الماتيريال بتاعت اللي هي الجزء اللي انا عملته ده، وهختار دي في الاخر ومن السهم الصغير ده وهعمل copy material to selected. نفس الكلام هنا، هاجي اعمل new وهنزل بس اللون ده شوية علشان يبقى بس gray شوية كده، وهبدأ ان انا اسلكت كل دول. طبعا انا كان ممكن اعمل لهم join علشان ما اضطرش ان انا ابدأ اسلكت كل حاجة بالشكل ده، وفي كذا طريقة، وممكن برضه سيلكت بالسيلكت بوكس والكلام ده كله، فانت اعمل سيلكشن بالطريقة اللي تعجبك. في الاخر خالص شفت وهتختار السيركل اللي ليها الماتيريال اصلا، وهتيجي برضه من السهم ده وتعمل كوبي ماتيريال تو سيلكتد، وبكده احنا اديناهم كلهم نفس الماتيريال في دوسة واحدة، كنترول اس عشان تعمل سيف. دلوقتي لما تروح للرندر بريفيو هتبدأ تشوف الشكل عندك. لو مش عاجباك الماتيريال الغامقة تقدر في اي وقت تفتح الماتيريال، وطبعا الاجزاء اللي واخدة نفس الماتيريال هتبدأ ان هي تكون افتح معاها. الحاجة التانية اللي انت ممكن تعملها ان انت لو حسيت كمية الشعر كتير شوية ممكن تقف، ونفس الكلام من عن البارتيكل سيستم تقدر تقلله، يعني ممكن دي بدل ما هي 200 اخليها 100، وطبعا الكلام ده هيتطبق على بقية الفرشة بشكل اوتوماتيك. وممكن اجي من هنا من display amount طبعا اخليها حاجة زي 7 مثلا فيقلل لي الكمية، واجي من هنا كمان واخليها 7، وطبعا ممكن نروح نلغي الكلام فممكن اخلي دي 0 لو احنا مش حابين الشكل بتاعها، والشيب كمان ممكن نخليه 0 فتبقى حاجة كده يونيفورم اكتر. كنترول اس عشان نعمل سيف. ممكن نيجي من الرفنس ونزود قيمة اليونيفورم أو نقللها حسب ما احنا عاوزين، فيبقى عندي كده الجزء ده فيه كمية شعر أكتر من هنا. وآخر حاجة هبدأ إن أنا أظبط الإضاءة، فهنروح نرجع لورا كده إكس وديليت ونمسح مصدر الإضاءة اللي هنا، وبعدين هعمل Add Light Area Light وهعمل GZ وأرفعها لفوق حاجة بالشكل ده، S علشان أعمل لها Scale، وهعلي الإضاءة شوية فبدل ما هي 10 ممكن أخليها حاجة زي 40 مثلا أو أخليها 30، شيفت دي واي عشان أخد منها نسخة هنا بالشكل ده، جي واي وجي اكس عشان أجيبها على جنب شوية حاجة زي كده، ممكن أعمل ار اكس وأعمل لها روتيت حاجة بسيطة بالشكل ده، وشيفت دي اكس وأجيب دي الناحية التانية، وار واي وألفها حاجة بسيطة زي كده، R X وألفها ناحية الفرشة بالشكل ده، أو ممكن خلينا ندوس 0 من الكيبورد بس علشان نشوف الكاميرا بتاعتنا، select الكاميرا وهدوس N من الكيبورد، ومن view هعمل كاميرا to view، هبدأ إن أنا أحرك الكاميرا بتاعتي حاجة زي كده، وممكن أغيرها من perspectively orthographic وأبدأ أقربها
اظبطها حاجة زي كده، وبعدين هلغي الكاميرا تو فيو علشان ما تكونش متعلقة معايا، وممكن اخلي بس الاضاءة دي، الاضاءة دي واجيبها جي واي، خليها الناحية التانية، وهعمل لها ار اكس وهلفها الناحية التانية جي اكس واجيبها هنا، وممكن امسك دي جي زد وانزلها لتحت شوية ار اكس وار واي، وابدا اظبط اتجاه الاضاءة، اكبر وازود الاضاءة اللي فوق دي، خليها حاجة زي 50، خليها حاجة زي 40، وبعدين ممكن امسك دي شيفت دي واي اكس واجيبها هنا وار واي، والف الاضاءة دي هنا بالشكل ده جي زد، ونقلل خالص قوة الإضاءة دي، ممكن أخليها حاجة زي 10 مثلا، فيبقى عندي حاجة بالشكل ده. طبعا دلوقتي أنا ممكن أروح أسلكت كل حاجة، أعمل سلكت أول، وهلغي بس الإضاءات من سلكشن، هدوس كنترول من الكيبورد، وهبدأ إن أنا أختار الإضاءات والكاميرا والحاجات اللي أنا مش عاوزاها إن هي تكون معايا زي البلين مثلا، فهكنسل كل حاجة، وفي الآخر هعمل شيفت وهختار جسم الفرشة آخر حاجة، وهدوس كنترول بي وست بارنت تو اوبجكت، وكنترول بي وست بارنت تو اوبجكت كيب ترانسفورم، وبكده بقى عندي كل حاجة مربوطة بجسم الفرشة. فدلوقتي ممكن طبعا أبدأ إن أنا أظبط الاتجاه بتاعها زي ما أنا عاوزة، وفي الآخر تتبقى التظبيطات النهائية بتاعة السين، ولكن بكده نكون شفنا الفرشة بتتعمل إزاي. فبس كده، ولحد هنا يا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.